يظل مرضى السرطان في هذه المدينة الأشد معاناة والأكثر ضررا من الحرب الدائرة في البلاد. فبعد أن تم إغلاق مركز الأمل لعلاج الأورام السرطانية بعد أن دمر بالكامل بسبب القصف المركز عليه من قبل الميليشيات والمعارك العنيفة التي شهدتها الأحياء التي يقع فيها، مما اضطر إدارة المركز وبإمكانيتها البسيطة إلى نقل المركز، وبسبب عدم توفر المواد اللازمة والأدوية الطبية وضيق المكان، الأمر الذي أدى إلى عدم القدرة الاستيعابية لجميع المرضى، مما أدى إلى وفاة 643 حالة مرضية خلال العام المنصرم. هناك 5600 حالة مرضية كانت تتردد على مركز الأمل لعلاج الأورام السرطانية في محافظة تعز، والذي كان يعتبر النواة النموذجية لبناء مستشفى نموذجي لعلاج الأورام السرطانية في إقليم الجند. لم يتردد إلا 2700 حالة مرضية في عام 2015، توفى منها 643 حالة مرضية. وعلى الجانب الآخر من المدينة، تسعى المبادرات الشبابية في رسم الابتسامة على وجوه الأطفال المصابين بهذا الداء بطرق مختلفة، فتارة بالأسواق الخيرية وتارة أخرى بالمهرجانات الفنية. قمنا بالتعاون مع العديد من المبادرات في محافظة تعز، وبالتنسيق والشراكة مع المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان، بإقامة الطبق الخيري والمهرجان الخيري لدعمهم الذين هم يعتبرون الأشد، الفئة الأشد ضررا في الحرب ومنذ بداية الحرب حتى الآن. زرع الابتسامة على هؤلاء الأطفال والعمل على بث روح الأمل في حياتهم في ظل الوضع الصعب الذي يعيشونه واجب على المجتمع ككل، ليكون الشعار كما جاء في العنوان: أمل يتخطى الألم. تظل المبادرات الشبابية هنا تبحث في كل الطرق من أجل دعم مرضى السرطان الأكثر معاناة والأشد تضررا في ظل الوضع المأساوي الذي تعيشه البلاد. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.